الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الرحمة المهداة عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هي العليا اليوم راح ندير لعبة بسيطة جدا، هي لعبة متعلقة بالرسم، الغرض منها تنمية التخيل عند المراهق. التخيل مهم جدا، أينشتاين كان يقول أعلم طلبتي الخيال أكثر مما أعطيهم المعلومات. قيل له لماذا؟ قال لأن التخيل غير محدود والمعلومات محدودة. هذا التمرين البسيط سيصنع عندكم شيء يسمى تنمية الخيال والتخيل، والتخيل هذا نحتاجه في حياتنا بطريقة عجيبة. والله عز وجل جعل الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يتخيل، ما كان حتى حيوان يتخيل ولا نبات يتخيل ولا جماد يتخيل، الكائن الوحيد الذي يتخيل هو الإنسان، وأعطاه ربي هذه الملكة باش كل الابتكارات والاختراعات اللي راكم نشوفوا فيها في عالمنا إنما بالتخيل، كلها أصلا بدأت بالتخيل. اللعبة هي كالآتي، راحين كل واحد فيكم يرفض القلم تاعو وترسموا رسمة وفق التعليمات اللي تسمعوها من عندي، بشرط واحد وهو الرسم مع إغماض العينين، بمعنى نحكم الورقة تاعي باش ما نرسمش فوق الطاولة، باش ما نرسموش فوق الطابلة، نحكم الورقة تاعنا نعرفوا بلي هاي الحدود تاع الورقة تاعنا ونبدأ. أول حاجة تديروها أنتم فاتحين عينيكم، كل واحد فيكم الآن يرسم باش نحددوا السماء، يرسم الشمس، لا شوفوا حددوها، حلوا عينيكم ورسموا الشمس في أي مكان. نرسموا الشمس، إيه رسمي الشمس في أي مكان باش نحددوا السماء، باش نحددوا وراه الجهة تاع السماء. هذيك ماشي الشمس، هكذا قمر. أرسم الشمس الآن، القاع نغمضوا عينينا، نحكموا الورقة تاعنا، نغمضوا عينينا ونبدأ الرسم. دركا أول رسمة خلاص نغمضوا عينينا، اللي ما يقدرش يغمض عينيه ما يخزرش في الورقة، يشوف الفوق، يحكم الورقة تاعو ويبدأ يرسم. الحاجة الأولى هو أنك في أي مكان في الورقة أرسم، غمض عينك هي شامي، غمض عينك في أي لطفي، غمض عينك، غمض عينك في أي مكان، غمض عينك لاميس، غمض عينك في أي مكان في الورقة تاعك أرسم شغل بركة تاع ماء، بركة تاع ماء، بركة تاع الماء لازم تكون في الأرض ما تكونش في السماء. نرسم إيه خلاص، أرسمه بركة تاع ماء، بركة تاع ماء. لا شوف الوسم تاعك دير لها الاخر، معليش ارسم بركة تاع ماء. يلا صوفيا ما تشوفوش في الورقة، ارسم بركة تاع ماء، ارسم بركة تاع ماء. خلاص كملتوا. الان الحاجة الثانية اللي ترسموها هو انكم في مكان ما في الورقة ارسم، ما تشوفيش لاميس، ارفدي عينك الفوق. لا هي القضية مش في الرسمة اللي راح تكون، باش نشوفوا قضية تخيل، نمي التخيل عندنا. الآن في أي مكان في الورقة أرسم شجرة، أكيد شجرة ما لا تكونش داخل البركة، أرسم شجرة. إيهاب ارفد عينك الفوق، ارفد راسك، أرسم شجرة، ارفد أرسم شجرة. خلاص أنا كملت. إيه ما ارفدي عينك ما تخسريش في الورقة تاعك، خلاص ارسم شجرة. مازال ما على باليش، هذا هو. أيا صوفيا راك طول بزاف، صحيت. الآن دائما مع إغماض العينين في البركة هذيك اللي رسمتها، دير بطة داخل البركة، دير بطة داخل البركة تاعك، دير بطة داخل البركة، دير بطة داخل البركة. لا إيهاب ارفد عينك الفوق ما تشوفش في الآخر. مانيش نشوف. خلاص رسمت البطة. الآن في مكان ما دير، خلاص مهمش، هذا هو التخيل، استعمل التخيل تاعك. في مكان ما ارفد، غمض عينك لطفي. في مكان ما دير سكة حديدية، سكة حديدية، المهم ماشي داخل البركة برك. أنا نرسم وش نحط؟ أيوة هذا هو، سكة حديدية. ما نقلبش. لا ارفد عينيك الفوق إيهاب. مانيش نشوف يا أستاذ. الكاميرا يتحكمك وكان تحل عينك.
جبوني مليحه. درت سلكه حديديه خلاص؟ صح. الان فوق الشجره تاعك رسم طائر، طائر فوق الشجره. طائر فوق الشجره، قلت طائر فوق الشجره. طائر فوق الشجره. رسمت رجليه. رسمت رجليه. ما شاء الله. ايوه. في مكان ما ارسم كرة. ايه ارسم كرة. ارسم كرة في مكان ما. المهم برك ما تكونش فوق السكة الحديدية، برك يرحم والدي. لا لا ما هوش يشوف، ما هوش يشوف. ما هوش يشوف. خلاص كملتوا؟ كملتوا خلاص رسمتوا؟ ارفدي ارفدي القلم تاعك، مازال مازال الرسمة. الآن الآن ارسم بيت. ما كاش بلاصة شيخ. ارسم بيت في أي مكان. بيت. ارسم بيت. نورمال صغير. بيت صغير أكيد أكيد، دار صغيرة. المهم ما ديرهاش فوق الشمس، هذا مكان. معليش معليش. معليش. ارسم بيت، رسمت بيت؟ الكرة اللي رسمتها، الكرة اللي رسمتها دير من الجهة اليمنى تاعها ومن الجهة اليسرى زوج دراري، يعني طفل منا وطفل منا، شغلهم يلعبوا بالكرة في الوسط. صح يلعبوا بالكرة، ما ترسمهمش بعيد على الكرة. يلا 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 هاي لطفي هاي لطفي. استاذ انا جا في برك شميسة بديري. معليش. خلاص كملتوا؟ اه مازال. هيا لطفي هيا لطفي ارسم زوج دراري يلعبوا بهذيك الكرة اللي رسمتها. مش عارف لا راهي الكرة مازالها. اللي يكمل الآن ينجم يحط الورقة ويكتب من تحت اسمه. اكتب اسمك خلاص. شوف شوف اكتب اسمك. واو. اكتب اسمك. لا رسمتها. شوفي. افتح عينك هشام اكتب اسمك. والآن ماذا بكم كل كاع كيما رانا نجمعوا هذه الرسومات. أعطونا باش نشوفهم الآن. صح سفيان سارة أعطي هاي نخلي تاعك الفوق هاي. أبدأ بي يا أستاذ. داك نبدأ بتاعك وراي تاعك. دخل عليا. نبدأ بتاعك. نبدأ بتاع نبدأ بتاع إيهاب. إيهاب شوفوا يعني اللوحة الفنية اللي دار. نروحوا للرسمة الثانية تاع لطفي. لطفي فوت السكة الحديدية فوق شجرة. فوق شجرة يعني ما شعر كيف دار. الدار راهي في مكان والباب تاعها في مكان. نجيو لهشام. هشام. داك الزوج. هشام الطائر داروا تحت شجرة وكثر من الشجرة الطائر، والبطة المليحة البطة أكثر من البركة. البركة. نجيو لسارة. سارة سارة الولد دخلته داخل الدار والكرة في الدار والسكة الحديدية فايتة الدار الشجرة شجرة فاتت الشمس هذه يعني نجيو لسفيان سفيان السكة الحديدية فوق الشجرة داخلة في الشجرة السكة الحديدية يلعبوا بالون شو يلعبوا بالون فوق الدار كش ما لقيت واحد يلعب بالون فوق الدار نجي نجيو الان لميس سمحي لي لميس لو كان تزيدي تعيطي على اختك اللي تخربش في الكراريس ولا نقول لك حاجه يعني واش هاد الخربشه ف هذا هذا التمرين لو نتعودوا عليه راح نتعودوا كيفاش نستعملوا خيالنا والتخيل ونقدروا نعودوا نرسموا بطريقه طبيعيه وعاديه بدون ان نفتحوا عينينا هذا كله بالتدريب الان سنذهب إلى موضوعنا فتابعونا بعد لحظات نلقاكم موضوعنا اليوم في حلقة نقاشنا في هي العليا هو من المواضيع المهمة جدا في حياة المراهق وفي حياة الإنسان بصفة عامة سنعرف موضوعنا هذا بعد لحظات بعد قراءة إيهاب للمقدمة تفضل مشكورا جعل الله لكل القربات مواقيت ومقاييس إلا أنه ترك عبادة الذكر بلا قيد ولا حصر فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وفي هذا البيان لحاجة العبد إليها وعدم استغنائه عنها هي العليا جاءت في عدد اليوم للحديث عن علاقة المراهق بذكر الله وأهميته في حياته ما شاء الله يبدو لأنه قد ظهر جليا وواضحا وبان موضوعنا اليوم
اللي هو الحديث عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعلاقة المراهق بذكر الله، حيث أننا في واقعنا المعاش، وهذا ما نعرفه ونسمعه عن كثير من المراهقين عندما نحدثهم عن ذكر الله، الكثير منهم قد لا يذكر الله البتة، وقد يذكر الله عز وجل فقط في مناسبات معينة، مثلا كإذا أغضبه شخص يقول استغفر الله ولا حاجة. إلا أن يتخذ لنفسه وردا من الذكر الذي تحيا به الأرواح وتحيا به القلوب. وفي المقدمة سبق وأن قال زميلكم بأن الله عز وجل جعل لكل العبادات مواقيت ومقاييس، بدءا بالصلاة إلى الزكاة إلى الحج إلى صوم رمضان. ما يقدرش إنسان يجي يقول أنا نصوم رمضان شهرين، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، للقرآن شهر، ما تقدرش تصوم أكثر من شهر، والشهر إما 29 يوم أو 30 يوم. الحج أشهر معلومات، ما ينجمش إنسان يجي في غير أشهر الحج ويقول الحج، وأشهر الحج معلومة اللي هي شوال ذو القعدة وذو الحجة. وإذا كان في ذي الحجة الإنسان لم يقف يوم عرفة في الحج، يعني لم يقف يوم عرفة في عرفة، فإنه لا حج له، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. الزكاة لازم يكون عندك المقدار ويحوم عليه الحول وتزكي مرة في السنة. كل العبادات جعل الله لها مواقيت، ما عدا صنفان من العبادة زوج، بالإضافة الموضوع اللي هو ذكر الله، هناك موضوع ثاني اللي هو العلم. العلم ربي عز وجل قال في حقها وقل رب زدني علما، معناها الإنسان قد ما يتعلم قد ما قليل، لم يجعل لها الله عز وجل ميقات ولا كم. وكذلك ذكر الله، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ذكر الله يقابله شيء خطير في حياة المراهق، وهو الغفلة، الغفلة عن ذكر الله. السؤال الأول الذي أريد أن أطرحه بين أيديكم وأتمنى أن تناقشوه، الغفلة عن ذكر الله مصيبة كبرى، ما خطورتها؟ البعد عن الله. البعد عن الله، البعد عن الدين، وينقص إيمان المراهق. يعني ما يكونش مطمئن. هاي ما يكونش مطمئن، المراهق تلقى دائما مضطرب لأنه في غفلة. هاي من الاضطراب يجي القلق. صحيح، من الاضطراب يجي القلق، يجي التوتر، يجي ممكن جدا حتى الانحراف. الغفلة، الغفلة عن الله. زيد، وش أين تكمن الخطورة تاع المراهق لما يغفل عن الله؟ فاش الخطورة؟ فاش الابتعاد عن الدين. الابتعاد عن دين الله عز وجل، صحيح، خاصة أستاذ، وممكن الإنسان يعود في حال تيهان، يعني دائما تايه ما على بالوش كاع واش يدير. خاصة أستاذ، ولا كان وصلت سن الرشد وبلغ يرجع يتحاسب على واش هو على واش راهو غافل. أكيد، يعني على الصلاة، على الزكاة، على الصوم. الشيء الذي يفعله من حسنات أو سيئات، وهذا تحدثنا عنه في حصصنا الماضية، أن المراهق راه مكلف، راه محاسب بين يدي الله. الخطورة تاع الغفلة، ونحن نتحدث لعل ممكن جدا أمر خطير جدا يتبع الغفلة، هي قضية أنه الغذاء هذا غذاء نوعان، كاين الغذاء تاع الجسد، كش ما لقينا واحد يغفل على الماكلة، حتى أنه في كثير من الأحيان بزاف ناس يدهشوا كي العشية، نقولوا مثلا ما يفطرش ما يتغداش، العشية الخمسة ستة العشية يبدأ يقول والله حاجة ما دخلت كرشي اليوم، معناها يحس صحيح يحس بهذاك النقص حتموت. هذا بالنسبة للقضيد. أما بالنسبة للغفلة، الغفلة هي موت الروح والجوع. الروح متى هي جوع الروح؟ هتخليه يدير معاصي. هذا هو لأن الطاعة تاع الإنسان والتقرب من الله راه مرتبط بالروح تاعه، مش مرتبط بالجسد. الغفلة هي أول حاجة تدير الإنحراف. الجسد واش يدير لنا؟ الجسد يجبدنا للأرض. موت الروح تبعدنا عن الله، بالك الانهزاز الشخصية تاعه، تولي ما عندوش شخصية، ما عندوش هدف، ما عندوش أبعاد، ما عندوش أصلا طعم في الحياة، يكون عنده فراغ خيالي، يكون بعيد عن الله، ما عندوش حاجة، ما عندوش رابط يتاخده كرابط صحيح في حياته، باللي مهما كان يعني العودة إلى الله،
كل ما الإنسان يكون قريب من الله ويذكر الله يشعر أكثر بالإطمئنان، بالراحة النفسية، يكون عنده يعني نجاح كبير في حياته، يقدر يصبر عند المحن والشدائد. صحيح. يعني ذكر الله كي يبتعد المراهق عن ذكر الله يولي تائه. إنسان تائه ضائع. صحيح. لعل ممكن جدا بالنسبه اللي راهم يشاهدوا فينا يقولوا لعل ممكن يقولوا باللي رانا نكروا في المواضيع. احنا مش نكروا في المواضيع لان تحدثنا في حصه مضت عن المراهق وعلاقته بالله. اليوم رانا نتكلموا على حاجه خاصه في قضيه العلاقه بالله، لان العلاقه بالله كبيره. العلاقه بالله تقدر تكون في كل حياتنا. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اليوم رانا نتكلموا على الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا الذكر اللي راح نعرفوه من بعد كاين انواع تاع الذكر، عنده وسائل تاع الذكر. والذكر هل يكون فقط باللسان ام ان الذكر هذا لابد ان يكون بالقلب؟ معناها الشيء اللي تكلمتوا فيه يبدو لي انه اتفقنا بان الانسان اذا كان غفل على ذكر الله عز وجل هذه مصيبه كبيره. وحنا استاذ في المجتمع تاعنا خاصه المراهقين ما عند ذكر الله نادرا ما نسمعوش كاع. ما حتى دوك استاذ رجعوا ما كانش ذكر الله، كان يذكره بشتم فيه. سبحان الله استاذ يوصلوا الشتم ماشي الذكر. ولي زعما يشوفوه يذكر كامل يقول له يقولوا انت من جماعه قال الله قال الرسول. يعني وكأن ذكر الله عز وجل المراهق يكون يذكر في ربي تولي بالنسبه ليه قدام صحابه وكأنها شغل معايره هكذا. شغل يعايره. يا انا في الكلاس صارت لي هكا، خدت شفت واحد الفيديو شغل يقول لك استغفار. نعم. الفوائد تاعو مالا من هذاك اليوم وليت نحب نستغفر. نستغفر مالا في الكلاس كنت قاعد هكا وزيد نستغفر. اللي قاعد قدامي قاعد يشوف فيا هكا. واش بيك زعما كتحسب روحك قدامنا وتوري روحك بليك تستغفر؟ قلت له واش بيك نستغفر ليك نستغفر ربي ولا نستغفر ليك دوكا؟ شغل يقول بلي تحسب روحك. هو في هذه انا عندي لها تفسير. هذه معناها خاصة في هذا السن كاين الوسوسة تاع الشيطان، تبدا توسوس لهذاك الطرف الاخر. ومن بعد شوف الان كيفاش يبدا يجيب واحد الحوايج زعما راك تورينا في روحك زعما في كذا وعلاش قول لي استاذ. خاصه انا شغل في انا يعني وين راني ناجح بزاف هذا الفصل دراسي في الشارع، خدمت مليح في الشارع. يقولوا لي دوك انت زعما جيت تقرا سيونتيفيك ما حش قالت تنجح، روح ديرنا كاش امام كاش فيلسوف بالك تصيب روحك يا اخي. انت راك تخلى شغل يستصغروك على باسكو انت نجحت في هذيك المده وما منجحش. بالك اللي يشوفك في بعض الاحيان تستغفر يظن بلي راك مقلق. يقول لك واش بيك غير استغفر ما كان يعني. سبحان الله العلا. مع انه شوف من الصور العجيبه اللي قريتها يعني انا كصور ماشي صوره في القران الكريم، صوره يعني اون ايماج. من الصور العجيبه اللي شفتها وتصورتها وقريتها في تاريخ الامه ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه كان اذا دخل بيت الخلاء، حيث اننا ينهانا الله عز وجل عن ذكره في بيت الخلاء. الانسان اذا دخل بيت الخلاء ما يذكرش ربي، ما يهضر، ما يدير حتى حاجه. ابو بكر الصديق تعرفوا باش يتوقف على ذكر الله واش يدير؟ يدير حجره تحت لسانه باش يفكر نفسه بلي راه في بيت الخلاء. واش معناها؟ بمعنى ان ابا بكر اصبحت حياته كلها ذكر لله. عود لسانه. ولهذا مدحهم الله عز وجل قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الصحابة على بالك ما تقدر، أنا لا أتخيل ما ننجمش نتصور صحابي يفوت عليه النهار ما ذكرش ربي، يستحيل ما تقدرش تخيلها. إلى أنه على حسب واش راكم تحكوا ويبدو لي بالأعوام بلا ما يذكروا ربي. هذا هو يعني ممكن. الإنسان يعني هي من يكون صغير يعني مرحلة المراهقة من أحسن يعود نفسه دائما على ذكر الله. صحيح. ما لازمش يكون سبب باش نذكر الله، ماشي غير في وقت الشده، ماشي غير كي تجي حترقد، ماشي غير كي تجي حتبدا الامتحان. عود نفسك ما لازمش يكون سبب تذكر فيه الله. حتى قالك ادعوا لي استجب لكم. نعم معناتها تقول تنت اذكروه يستجب لكم. هذا هو هنا كاين حديث قدسي رائع جدا، وانا صارت لي معاه مره قصه. نحكي لكم قصة اللي صارت لي معاهم بعد نقول لكم على الحديث القدسي. مرة كانت عندي واحد الوثيقة كنت حاب نخرجها من واحد الإدارة، ورقة
حاب نخرجها من الإدارة. هذيك الورقة نوعا ما صعيبة، تحتاج إلى أنهم يحوسوا في الأرشيف يعني، وشغل تماطلوا عليها، كل ما نمشي قولوا لي ما لقيناش، مازال مازال مازال. واحد النهار تفكرت الحديث اللي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث قدسي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أنا عند عبده إذا ذكرني وتحركت بي شفته. ربي يقول لك راني عندك بالقوة تاعي، بقدرتي، بالإرادة تاعي، راني معاك كي تذكرني وتتحرك بك الشفتين تاعك، وتتحرك بي الشفتين تاعك، يعني كنت تبدأ تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ربي راه معاك بعظمته بعلمه بقدرته. دخلت لهذيك الإدارة، تفكرت هذاك الحديث، قلت والله غير اليوم ندخل نقعد في قاعة الانتظار لا سال داتونت كيما موالف، سأذكر الله وأني متأكد مادام ربي راح معايا في هذه اللحظة، راح يقولوا لي باللي هاي الورقة، والله صدقوني بالله أنني قعدت وأذكر الله، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وهي في الحقيقة الذكر قد ما يكون ببطء قد ما يكون أفضل. والله غير أنا قاعد في القاعة تاع الانتظار، يجيني الشخص تاع الإدارة مازال ما دخلتش عنده، جاب الورقة في يده، جا قال لي رانا خدمناها رانا لقيناها. معناها ذكر الله، واش قال ربي عز وجل في يونس عليه السلام؟ يونس عليه السلام يا أخي التقى معه الحوت، التقى معه الحوت، قعد في بطن الحوت، واش قال؟ فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال له كان يونس عليه السلام ما كانش من المسبحين، من الذين يذكرون الله كثيرا، لو كان قعد في البطن تاع الحوت حتى تقوم الساعة. وعلى هذه يبدو لي أن الشيء اللي اتفقنا عليه باللي الغفلة مصيبة، مصيبة كبيرة. ذكر الله كي احنا نقولوا ذكر الله، تستغفر ولا التشهد ولا، لازم كي المراهق يذكر الله ماشي كذكر فقط، لازم كما انت قلت يتمعن فيه استاذ، يتمعن يتلذذ بذكر الله. صحيح صحيح استاذ برك، يتم يحس بواحد الطمانينه بواحد الراحه، صح. ماشي انك تذكر الله قال الرسول ولا نجيب وقتاش نكمل وخلاص، نذكر الله نذكر الله بعد الصلاه وانا ذكرت ربي مثلا، زعما مثلا نستغفر ربي عندي خسر في الجنه ولا عندي، انا نذكر نحسب باش تكون عندي حسنه، لا، هي الحسنة تكون أجمل إلى تمعنت في ذكر بالفعل الله. إذا عشت هذاك الذكر والروح هذه تتغذى حقيقة. أستاذ إذا كان سمحت لي إيهاب، نعود ونرجع إن شاء الله بعد شوية، سنمضي إلى سماع أو الاستماع إلى بعض آراء من سيقولون آراءهم في هذا الموضوع، من المراهق، موضوع المراهق وعلاقته بذكر الله، ثم نعود إلى نقاشنا، ونقاشنا راني متأكد بأنه نقاش مثمر بإذن الله تعالى، وكاين بزاف مراهقين راحين يقروا أنهم ابتداء من الآن يبدأوا يذكروا ربي عز وجل بحول الله باستمرار وكل يوم. سنعود بعد قليل. ذكر الله ما فيش بزاف هدرة، يا الله سبحانه وتعالى أوصانا بذكره حيث قال واذكروني أذكركم. ذكر الله هو زاد الروح بالنسبة لي، إن لا يكفي أن نغذي الجسم، يجب أن نغذي الروح، وغذاء الروح هو ذكر الله. إذا لم أذكر الله سيجعل لي الله قرينا، وبئس القارين اللي هو الشيطان لعنت الله عليه. لإبعاد الشيطان لابد من ذكر الله. ذكر الله مش مرتبط بحالة معينة، حالة نفسية معينة، أنه أي وقت تقدر تذكر الله، صباح كي تنوض ولا في المساء ولا في الليل، مش مرتبطة بوقت معين. هي ما عندهاش أوقات، هي النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على الاستغفار، وكان يحث على ذكر الله سبحانه وتعالى في كاع الأماكن. ما عندهاش وقت، وليس في الصلاة ماشي غير تجي تصلي تذكر ربي، ولا عندها بصفة تذكر، تجي خارج من المنزل تذكر ربي، حتى في بيت الخالة، تجي داخل بيت الخالة تقول بسم الله، تجي خارج تقول اللهم أنا أدعوك من الخبث والخبائث، تجي خارج تقول غفران، كاع الأماكن تذكر فيهم الله سبحانه وتعالى، تجي تبدأ الأكل تقول بسم الله، تكمل تقول الحمد لله الذي أنعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين، في كاع الأماكن تقول الحمد لله وبسم الله وتذكر ربي سبحانه وتعالى. تذكر ربي في كل ساعة خونا. ربي سبحانه لازم وين تكون تذكره، تمشي تقاعد راقد أي وقت تذكر ربي سبحانه. نذكر الله هي ذكر الله لازم في كل الأوقات، في أي وقت يكون الإنسان لازم يذكر ربي، تكون خارج من البيت تذكر ربي، تكون قاعد تذكر ربي، تكون قاعد لازمك تشغل وقت الفراغ تاعك بأذكار باش تذكر ربي.
ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هذه دائما في بالنا. وربي سبحانه كل ما تداوم على ذكره يقول لك ان الله سبحانه كيما كل ما تذكرني مره نذكرك 10 مرات. والانسان هذا ماذا بك يكون ذاكر ربي، تكون علاقه وطيده بينه وبين ربي سبحانه، خاصه الانسان عنده 5 صلوات يصليهم، هذيك الصلاه في كل ركعه ويذكر ربي سبحانه ويقرا الفاتحه الكتاب التي هي تعد من بين اهم الوسائل اللي تربط بالله سبحانه عز وجل. نعود إلى نقاشنا، نقاش موضوعنا اليوم اللي هو ذكر الله والمراهق. تكلمنا في البداية على قضية أن المراهقة هذه مصيبة، وكان إيهاب كان حاب يقول حاجة، يبدو لي ما خليهاكش في قلبك، تفضل إيهاب. مقبلة الأمس قاتلنا ديك هذا عند المراهقين يطلب غير دراسة ولا كي يروح الامتحان كم ما أنا كي قلت لك على دعوا لي أستجب لكم. ما أنت إحنا المفروض الإنسان يتكون ربي فوق الرخاء باش يصيب ربي فوق الشده. صحيح. انا هذه الوالده دائما تقول لي دعيدوك ربي باش تخدم له، ماشي كيقربوا لي كومبوزيسيون ابدا تدعي وقيم الليل كم لازم واحد منذ كيبدا يوجد روحه فرحه رأيك. وفي هذه باش نديروا حاجه في بالنا، كل الناس في وقت الضيق يذكر يعني ربي عز وجل قال في القران الكريم واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل. يبدأ يصلي غير كما زيد تاني كاين مناسبة أخرى، كي نقول مناسبة يعني حديث كي تتحرك الأرض تحرك الأرض ماشي غير قضية تلقانا قاع نذكر ربي عز وجل. على هذه الواحد ما يكونش في غفلة في الوسع ومن بعد كي تجيه الضيق يبدأ حتى وهي حاجة مليحة الإنسان يرجع المولاه من بين هي وما يقولوا باللي نكتة صح ما إيش عارف يقولوا باللي تحركت الأرض وكاين الناس أكرمكم الله كانوا في المخمرة كانوا يعني يشربوا في الخمر والعياذ بالله قال خارجينه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أنا نحكي لك حقيقة أستاذ، هذيك ضربة زنزلة في رمضان، كنت دائما نروح مع بابا نصلي صباح الفجر، ملي تعمرش المسجد اكثر من صف، نهار يتعمر صف ما تجير غاشي، ضربت زلزله قبل فجر بواحد 3 مينوت، الجامع ما عمر زادوا فتحوا 2 ميطاج ما عمر. هذا في الحقيقه هذا مظهر ايجابي، هذا مظهر ايجابي. علاش؟ حتى النبي عليه الصلاه والسلام كي سقساته عائشه رضي الله عنها قالت وما الزلزال يعني وش الزلزال هذا اللي راه يجي من ذاك من ذاك، لانه حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تحركت الارض وتحرك حتى جبل احد كان واقف فوق النبي عليه الصلاه والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قالها رحمة للمؤمنين عذاب للكافرين. علاش رحمة للمؤمن؟ المؤمن يرجع الضيق ما ربي عز وجل قال في القرآن قال ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. ربي سبحانه في بعض الأحيان يشوف عبده بعد عليه يعني بدأت. كل البعد في الذكر والعبادة ما لا يخلي مواقف تصرالو لهذاك الانسان يتقرب تعاود تجدو يألمو يخليه يحس بواحد الوجع هذاك الوجع كي شغل انت تفيق واحد تصفعو باللي واللي برك يدخل الانترنت صحيح زعما واحد يدخل الانترنت يشوف هذوك تاع الفيضانات وكامل تاع التسونامي كم شخصيا انا نخاف كي نشوف نفكر عظمه الله كامل متمكن يعاود يجيني. لان الذكر الذي نريده هو الذكر اللي احنا نكون عايشينه دائما في وقت الوسع في وقت الضيق حبا في الله كي نكون في هذا اعطيك حبا في الله وكيجي وقت الخوف تاع الله ثاني احنا نعبد ربي عز وجل رهبه ورغبه، نعبد ربي لاننا نخافه ونعبد ربي لاننا نحبه سبحانه وتعالى. نذكره اسمح لي استاذ نذكره في الضيق وفي يكون عندنا النعم باش نشكره، لان احنا اغلبيه حياتنا هي الوسع، احنا عايشين في الوسع. الضيق راه يجي من حين لاخر كما قالت لميس باش رب العالمين يفكرنا باللي انا الله. يا انسان ما لازمش تتكل على نفسك فقط وتقول باللي انا قادر ندير كل شيء. احيانا يجينا هذاك مرحله تاع الضعف وين ربي عز وجل يقولنا باللي انا الله ارجعوا لي يا عبادي. فنتفكره احنا انا الشيء اللي حبيت الان نركز عليه هو ان المراهق لازم يدير في باله، المراهق الجزائري المسلم المؤمن اللي زاد في مجتمع وين يسمع الاذان في كل وقت، احنا نقول له باللي مليح نذكر ربي عز وجل
والأذكار هذه نوعان، الذكر نوعان، كاين الذكر ما يسمى بالذكر المطلق، نجي دوكا أنا نقعد نسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذا ذكر مطلق، وكاين ذكر مقيد. وش معنى ذكر مقيد؟ مثلا بعد الصلاة، صح، مثلا أذكار تاع بعد الصلاة، نسبح 33، نحمد ربي 33، نكبر الله عز وجل 33، وفي الأخير نقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير، هذا ذكر مقيد. كاين أذكار مقيدة اللي هي أذكار الصباح وأذكار المساء. الإنسان في أذكار الصباح، شوف مثلا كاين واحد الذكر اللي هو ذكر مقيد، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم حاجة كبيرة لو كان المراهق يعرف قيمتها ما يقدرش يتخلى عليه. مثال، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى علي إذا أصبح وإذا أمسى عشرا حلت له شفاعتي يوم القيامة. شو حاجة قد تبدو بسيطة، صح القضية راهي تكمن في الاستمرار تاعها، في الاستمرارية. نقدروا درك احنا كي سمعنا الحديث هذا نتحمسوا ونبداو نوض صباح نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 10 مرات، والعشية تاني نقولها. واش يصرى لو كان نداوم على هادشي؟ حلت له شفاعتي. وش معناها؟ غدوة يوم القيامة يشفع فيك النبي عليه الصلاة والسلام أكيد. كما مثلا ذكر واحد آخر اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ دبر كل صلاة آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. قال يعني ذكر اللي يقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم بعد كل صلاة، صليت الصبح تقرأها، صليت الظهر تقرأها، صليت العصر تقرأها، المغرب تقرأها، العشاء تقرأها، بعد الصلاة مباشرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. وش معناها؟ يعني بينه وبين الجنة مسألة يموت يدخل الجنة. ذكر قد يبدو بس حد يأخذنا من الوقت، آية الكرسي شحال تأخذك من الوقت كي تقرأها؟ ما تأخذ، تأخذ دقيقة، تأخذ بعض يعني ثواني، دقيقة، دقيقة ونص. من قرأها دبر كل صلاة يدخل الجنة بمجرد أنه يموت. فحاجة حاجة يعني غالية كبيرة. وعلى هذه احنا مدى بينا نقول للمراهقين ما لازمش تديروا في بالكم بأن القضية هي قضية يعني الإنسان أو نايض في دنيته أو يأكل يشرب يقرأ يحوس يدير، لكن أين أنت من ذكر الله عز وجل؟ وين أنت وراك من ذكر الله تبارك وتعالى؟ تتسبح ما تسبحش. حتى أنني أنصح المراهقين اللي عندهم الغفلة نقول لهم ارفد في يدك سبحة، ارفد دير في جيبك سبحة، كي تدير يدك في جيبك تتفكر باللي عندي سبحة سبح بها الله تبارك وتعالى، اذكر ربي عز وجل. إلا أنه من الأحسن يذكر الإنسان الله تبارك وتعالى، يسبح ربي ولا يذكر ربي في 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 صباعته. نقول لي قل لي علاش؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنهن مستنطقات يوم القيامة. هاد صباعتين يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتكلمنا أيديهم أرجلهم بما كانوا يكسبون. بمعنى هذا اليدين غدوة يهضروا. تخيل أنت أيها المراهق الصباح كي تنوض تسبح وفي يديك، العشية كيف كيف تسبح، هاد اللي يدين غدوة كي يهضروا عليك وش حين يقولوا؟ راح يقولوا باللي هذا كان يسبح، إنهن مستنطقات. بصح إذا كنت تنسى وتغفل من ذاك من ذاك مشي مشكل، دير سبحة في جيبك تتفكر ذكر الله تبارك وتعالى. وفي في ختامنا لهذه الحصة، احنا متعودين أننا نقرأ آيات من كتاب الله تبارك وتعالى. اليوم راحين نتذكروا مع بعضنا بعض، أنا راح نقرأ في البداية وبعدها أنتما تكروا معايا الشيء اللي قريته. هي أذكار تاع الصباح وأذكار تاع المساء باش نتعودوا عليها إن شاء الله ونحفظوها ونولي نذكر ربي في الصباح، نذكر ربي في المساء، نذكر ربي في كل حين وفي كل وقت حتى لا أكون من الغافلين. وربي عز وجل نهى نبيه وقال له ولا تكن من الغافلين، هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وش قال له تاني؟ قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. قعد مع اللي يذكروا ربي سبحانه وتعالى بالغداة والعشي. ولهذا من بالأسباب لتعاونكم على ذكر الله أن أنت وش يمنعك؟ قل لي مراهق يجبد لك أي موضوع، ولا أنت مثلا مراهقة تجبد لك أي موضوع، ممكن حتى موضوع ساقط ما عنده حتى معنى ما تستفد منه حتى، وش يمنعني أنا كمراهق متمسك بديني أنني كي نقعد مع زملائي ولا نقعد مع زميلاتي نكلمهم باللي كاين حاجة اسمها ذكر الله، باللي كاين هذه فيها فضل وهذه فضل وهذه كذا، وش يمنعني؟ حتى حاجة ما تمنعني. نقول لك الحاجة الوحيدة اللي تمنع هي أنه فقط أنا نحس باللي راني مثلا كنا نهضر على الحوايج نحس باللي ضعيف، بالعكس
ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، تلزم تحصل روحك عزيز كي تهضر على هذه الهواهج، هضر على ذكر الله، هضر على القرآن الكريم، هضر على الأمور هذه حتى مع أصحابك. صح كاين البعض اللي ممكن راح بالك يستهزأ بك ولا حد، ماشي مشكل، هادو أصحابك، هادو خاوتك، هادو خواتاتك، بالمداومة بالممارسة يجي الوقت وين راك راح تلقى روحك أنت تفرض نفسك على هذا الشيء، لأنه في الحقيقة في الأخير احتياج، احتياج كل إنسان يحتاجه. رحين تكون عندنا وقفة قصيرة ونرجع بعدها للأذكار إن شاء الله اللي حنقولها مع بعضنا بعض بإذن الله تبارك وتعالى. الآن أنا سأقرأ الذكر وأنتم تكررونه معي بعد أن أقوله. هو من السنة أن هذا الذكر يقال، كل نوع من الذكر يقال ثلاث مرات، أنا راح نقوله غير مرة واحدة حتى راح نحاول أننا نديه أكبر قسط من الأذكار. هذا الذكر الذي نقوله في الصباح مثلا نقوله أصبحنا وأصبح الملك لله، كيكون في المساء نقوله أمسينا وأمسى الملك لله. أنا راح نقول الآن أصبحنا وأصبح الملك لله، أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا شريك له، والحمد لله لا شريك له، أصبحنا على فطرة الإسلام، أصبحنا على فطرة الإسلام، وكلمة الإخلاص، وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا، وما كان من المشركين، وما كان من المشركين. اللهم ما أصبح بي من نعمة، اللهم ما أصبح بي من نعمة، أو بأحد من خلقك، أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فلك الحمد ولك الشكر، يا ربي لك الحمد كما ينبغي، يا ربي لك الحمد كما ينبغي، لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لجلال وجهك وعظيم سلطانك، رضينا بالله ربا، رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، وهو السميع العليم. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في بصري. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المراهقون، عليكم بذكر الله عز وجل في الغداة والعشي، لأنه من ذكر الله تبارك وتعالى كان الله معه، ومن كان الله معه فلا شيء يستطيع أن يقهره. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وفي الأخير أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.